فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفه اصحاب الجحيم لابن تيميه. قال: لكن كانوا قبل الاسلام طبيعه قابله للخير معطله عن فعله. ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعه موروثه عن النبي، ولا هم ايضا مشتغلين ببعض العلوم العقليه المحضه كالطب والحساب ونحوها، انما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب فلما بعث الله محمد هذا أصحيح. هذا جواب عن سؤال لما تبين فضل العرب وفضل لغة العرب يمكن أن يقال لماذا كانوا في الجاهلية كانوا مسبوقين من قبل الأمم الأخرى من من فارس والروم وكانوا مستذلين فالجواب عن هذا ان عندهم اصل النهضه ولكن لم يكن عندهم مقومات تساعدهم كما عند الامم الاخرى فلما جاء الاسلام ونزل القران وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ونزل القران بلغتهم وتعلموا استكمل الفضل فيهم ففاقوا على الامم ولذلك سادوا على فارس والروم وبلغوا المشارق والمغارب مما يدل على انهم مؤهلون لحمل هذه الرساله ومؤهلون لان يكونوا سا... لان يكونوا اساتذه العالم ثم انهم لما دخلوا في هذه العلوم التطبيقيه والعلوم الدنيويه فاقوا غيرهم وهذا شيء معروف ومعلوم في الطب وفي الحساب وفي غيره نعم الله قال فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل أمرا أجل منه وأعظم قدرا وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها فلما تلقوا عنه ذلك الهدى العظيم زالت تلك الريون عن قلوبهم واستنارت بهدى الله الذي انزل على عبده ورسوله فاخذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطره الجديده فاجتمع لهم الكمال بالقوه المخلوقه فيهم والكمال الذي انزل الله اليهم. نعم هذا بيان لما سبق وتتمه للجواب نعم. في ان العرب كانوا في الجاهليه مستضعفين مستذلين لانهم لم يكن عندهم ما يبعث ما في نفوسهم وما في طبائعهم وما في أخلاقهم لم يكن عندهم ما يبعث ذلك بل كانوا عندهم أهلية ولكن ليس عندهم حافز وليس عندهم موجه فلما أنزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم في أول أمره جابها منهم المشاق في, في نقلهم في نقلهم من حالتهم الوثنية إلى عبادة الله ونقلهم من جاهليتهم إلى العلم ونقلهم مما كانوا عليه من العوائد السيئة إلى الأخلاق الكريمة لا شك أنه صلى الله عليه وسلم واجه في مقابل ذلك العنة والتعب ولكنه صبر حتى يسر الله سبحانه وتعالى له أتباعا وأنصارا خذ مثلا قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود هذا متى؟ هذا ما حصل إلا بعد التربية والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثم ذكر مثلهم يعني صفتهم في التوراة صفتهم في الإنجيل ذلك مثلهم التوراة. في التوراة يعني هذه صفتهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليهم الصلاة والسلام مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع مثل الزرع اول ما يخرج قصبه واحده ثم هذه القصبه تخرج فراخا من حولها ضعيفه ثم تشتد هذه الفراخ وتؤازر الاصل وتقويه ثم بعد ذلك يتكون السنابل والثمره هكذا هذه الامه نشأت شيئا فشيئا حتى تم امرها وأينعت ثمارها الحمد لله. فهذا هو مثل العرب كانوا في الأول كما كالبذرة في التراب ثم لما سقيت بماء الوحي ونور العلم لما سقيت نبتت وتكون منها فراخها وازدادت حتى قويت واشتدت اعوادها ثم انتجت واثمرت العلم النافع والعمل الصالح نعم الحمد لله قال رحمه الله: بمنزلة أرض جيدة في نفسها لكن هي معطلة عن الحرث أو قد نبت فيها شجر العظاه والعوسج وصارت مأوى الخنازير والسباع فإذا طُهّرت عن المؤذي من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله. هذه صفة العرب أنهم كانوا في الجاهلية كالأرض المعطلة لأنهم لم يُبعث فيهم رسول. قال فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء لأنهم كانوا كالأرض المعطلة التي لا تصلح فغلب على نباتها أشجار لا فائدة فيها كالعوسج والشوك وأيضا تؤوي الحيوانات الرديئة كالخنازير والقردة وغير ذلك هذه صفة العرب في الجاهلية كانوا أرضا معطلة وكانت تنبت شجرا لا خير فيه وتؤوي حيوانات لا خير. لا خير فيها فلما جاء الله بهذا النور وهذا الهدى فازال ما في هذه الارض من الاذى وطهرها وسقاها بماء الوحي انبتت هؤلاء الرجال الافذاذ الاقوياء السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان هكذا كان العرب ففضل العرب تكامل ونما وأثمر بالإسلام ولو بقوا على جاهليتهم لا بقوا في خمولهم لا. وفي نومهم وسباتهم فلا عز لهذا للعرب إلا بالإسلام مجرد العروبة لا يكفي لا. العروبة ما نفعت أهل الجاهلية فمجرد العروبة بدون الإسلام لا تكفي إنما إذا اجتمع الأمران العروبة الأصلية والإسلام الصحيح حينئذ كما حصل للصحابة رضي الله عنهم حينئذ حصل الخير الكثير للبشرية فهذا مثل العرب مثلهم مثل العرض الطيبة الصالحة للإنبات لكن لم يتولها أحد بالرعاية والتطهير والحماية والسقي إلا لما جاء لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فكون منهم أمة كما قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أما إذا ضيع العرب الإسلام عادوا إلى جاهليتهم كما كما قال عمر رضي الله عنه نحن أمة أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزه من غيره اذلنا الله